السلام عليكم قناة المستر، ترحب بكم. النهاردة هنحل كتاب جيم تانية سنة والوحدة الأولى درس التالت والرابع. هنحل جرامر من صفحة 46 ل 49. انتظرونا. صفحة 46. 1. You not see a doctor. إنك تزور الطبيب. Your leg is bleeding. ساقك تنزف. يبقى لابد إنك تزور الطبيب. Must. تعبر عن نصيحة قوية. الاتنين دولت إيه؟ منفيين، اللي هي إيه وبي. دي محتاجة نيد يكون معاها تو، مفيش هنا تو ولا في هنا تو. 2. You not spend too much money. إنك تنفق كثير جدا من المال. You will want some for your holiday. ده أنت هتكون محتاج إيه؟ بعض من المال لأجازتك. يعني المعنى من الضروري ألا تنفق. Mustn't. نصيحة قوية منفية. دولت إثبات ما ينفعوش. Can't. لا يمكنك. طبعا تعبر عن ايه؟ عن المانع. هنا ايه؟ مش مانع، ديت نصيحة. نصيحة قوية منفية. 3. ياسمين نوت بي كيرفول. ياسمين تكون حذرة with what she eats، في الاكل اللي هي بتأكله. because she has diabetes، لان عندها السكر. تحتاج انها تكون ايه؟ حذرة. needs to. لكن دولت منفيين يبقى المعنى خاطئ. كود يمكنها انها تكون حذرة، دي ما فيش امكانية، بنقول ان هي من الضرور ان هي تكون ايه؟ حذرة. 4. You not wash these fruits. انك تغسل هذه الفواكه. I have already washed them. انا غسلتهم بالفعل. يعني لا داعي لغسل هذه الفواكه. You needn't. لا تحتاج انك تغسلها. ديت اثبات للماضي هاتو، طبعا مش هتنفع مع المعنى. الاتنين دولت يعبروا عن المانع، اللي هي مصنت وكانت. هو ما بيمنعوش هنا، عادي يغسلهم تاني لو عايز يغسلهم. 5. صان الابن بيكلم مامته بيقول لها I don't want to clean my room. انا مش عايز انظف حجرتي. not clean it right now. يعني هل يجب علي، هل من الضروري ان انا انظفها دلوقتي؟ يعني هل ده ضروري؟ الاجابة هتبقى بي do I have to. هي ديت الصيغة الوحيدة السليمة في الاختيارات، الباقيين كلهم غلط كصيغة ايه في الجرامر، لان هنا ما بقدمش هاف كده لما يجي معاها تو. سي الخطأ هنا، دو ما تجيش مع ماست، بنقدم ماست نفسها. هنا قدم ماست بس جاب معاها هاف تو، برضك صيغة خاطئة. صفحة 47. 1. If there is fuel shortage، لو في نقص في الوقود. Solar energy، فالطاقة الشمسية هيحصل لها ايه؟ سوف يتم تطويرها. يعني نركز مع بعض. قاعدة اف احنا عارفينها من زمان، جه بعدها مضارع بسيط تبقى الحالة الأولى من اف، هيجي في الجملة التانية ويل زائد المصدر، في اتنين فهم ويل سي وبي. الصح هتبقى بي عشان تبقى مبني المجهول. ويل هاف تو بي ديفلوبد، سوف يكون من الضروري أن يتم ايه؟ تطويرها. يعني الطاقة الشمسية مبنية للمجهول. 2. تو كيف فيت and stay healthy، عشان تظل لائق بدنيا وبصحة جيدة. You not enough kinds of exercise، يجب عليك انك تعمل ايه؟ تمرينات كافية، يعني انواع كافية من التمرينات. يجب عليك have to take. التلاتة الباقيين بصيغة الماضي، والكلام هنا مش عن الماضي خالص. 3. The car broke down، السيارة تعطلت. and we not have it towed to a service station، اضطرينا نسحبها الى محطة صيانة، مركز صيانة. يعني المهم ان الكلام عن الماضي. بروك داون ده ماضي بسيط، هنختار الماضي الوحيدة الماضي هنا هات تو، اضطرينا الى. في رقم 4. The reports تقارير by 4 o'clock، التقارير ايه؟ لازم ان هي ايه؟ تخلص قبل الساعة 4. because the manager is going to sign them، لان المدير هيوقع عليهم. ديت صيغة مستقبل is going to زائد المصدر، ما يجيش معها ماضي لا دي ولا سي، الاتنين دولت ماضي. فاضل الاتنين دول A و B، الإجابة هتبقى A عشان تبقى مبنية للمجهول. must be finished، التقارير لابد ان هي ايه؟ يتم الانتهاء منها. يعني 5. It isn't necessary for us، ليس من الضروري لنا ان احنا ايه؟ to leave soon، ليس من الضروري ان احنا نغادر ايه؟ قريبا عاجلا. المهم يعني this means، معنى الجملة دي ايه؟ ليس من الضروري هنا. الاتنين دولت اثبات مش هينفعهم، ودي تعبر عن الماضي needing to have وتصريف التات، لكن كلام هنا عن المضارع، هتبقى الاجابة سي. we don't need to
leave soon ليس من الضروري، ما احناش محتاجين ان احنا نغادر ايه عاجلا. 6 I wish you had apostrophe دي اختصار ل had. I wish you had told me اتمنى لو انت كنت قلت لي. We had much rice ان احنا عندنا رز كتير. I not all this quantity فبيشاور على حاجة كده بقول ايه انا ما كنتش بقى محتاج ان انا اجيب كل الكمية دي. معنى كده ان الحدث ايه حدث لم يكن من الضروري ان انا اعمله بس احنا عملناه ان هو ايه يعني جاب كل او اشترى كل الكمية دي. تبقى الاجابة دي تعبر عن ايه عن ندم needing to have والتصريف التالت لم يكن من الضروري فعل الشيء بس احنا عملناه نشترى يعني. 7 you not be late انك تكون متأخر. It's the most important meeting ده أهم اجتماع في السنة يعني دي نصيحة قوية نصيحة قوية. You mustn't be late من الضروري ألا إيه تتأخر ده أهم اجتماع دول إثبات مش هينفعهم. Don't have to يبقى المعنى إيه ضعيف. 8 I want to go to أنا عايز أروح university جامعة. I not apply أتقدم before the end of the week يبقى لابد ان انا ايه اقدم ورقة يعني قبل نهاية الاسبوع. الاتنين النفي دولت مش هيناسبوا المعنى A و B غلط. ناس عندي C had to كلام مش عن الماضي دي want مضارع يعني اختارهم ايه need to. كل الجمل بالشكل ده تركيب الجملة والمعنى. 9 I not help my father ساعد بابايا with repairing things في تصليح الاشياء in the house yesterday في المنزل امس. خلاص امس ده عرفت لي كل الكلام يا ماضي يبقى اجابه الماضي الاربعه دولت ايه الوحيده فيهم had to اضطريت الى. 10 we not finish now as somebody else needs this room ان احنا ايه يجب ان احنا نخلص دلوقتي نخلص الشيء اللي بنعمله في الحجره ديت لان شخص ما ايه محتاجها. المهم النفي دول مش هينفعهم عشان المعنى عندي هنا هات تو دي للماضي كلام هنا عن المضارع needs وناو يبقى مضارع have got to يجب علينا have got to طبعا لو قلناها ايه بتساوي have to ضرورة في المضارع. صفحة 48 11 athletes رياضيين not get a special heart examination يعني المقصود يعني انهم يجب انهم يعملهم فحص خاص بالقلب. it's safer to do this دائما انهم ايه يفعلوا ذلك يعني الكلام مقصود بايه اثبات. الاثنين النفي دول مش هينفعهم عندي هنا ديت بي ودي الصحه هتبقى بي لابد ان يقوموا بي لان ديت ماضي والكلام هنا مش عن الماضي از مضارع. 12 as you have already phoned Mona لانك انت بالفعل اتصلت على منى. I not phone her myself فانا مفيش داعي بقى ان انا اتصل عليها ايه بنفسي يبقى الإجابة needn't لا داعي دولت طبعا إيه مانع ما ينفعوش ودي wouldn't للماضي كلام هنا إيه في المضارعة. 13 you not drive fast in the city center إنك تسوق بسرعة في وسط المدينة it's very dangerous ده شيء خطير يبقى ده ممنوع إنك تسوق إيه بسرعة في وسط المدينة mustn't يتعبر عن المانع حظر. 14 why do they not overtime لماذا هم محتاجين وقت اضافي because their deadline is tomorrow لان موعد التسليم بتاعهم غدا فالاجابه هتكون need يحتاج يجي بعدها اسم overtime هنا خلاص اما need to هيجي بعدها فعل have to يجي بعدها فعل. 15 I'm sorry but you not eat in the classroom It's forbidden. This is forbidden. أنا آسف بس أنت إيه ممنوع إنك تاكل في الفصل. ده شيء ممنوع محظور forbidden. يبقى الإجابة mustn't كده واضحة خالص. دي لا تعبر عن إيه إن الشيء ممنوع. 16 We not forget to take the chicken out of the freezer. يجب ألا ننسى إن إحنا نطلع الإيه الدجاجة منين؟ من الفريزر. الفرخة من الفريزر. المهم يعني دي تذكرة قوية. استخدام mustn't تعبر عن تذكرة قوية. 17 The flight is at 6 in the morning رحلة الطيران هتكون الساعة 6 في الصباح. So we not get up very early فاحنا كده ايه من الضرورة ان احنا نستيقظ مبكرا جدا.
النفي دولت مش هينفعهم، سلمان عايز إثبات، هاتو دي للماضي، لكن هنا بيقول إيه، الطيارة هتكون الساعة 6 بنستخدم معاها هافتو، من الضروري للمضارع. 18 no one likes like، هنا بيجي بعدها الفعل في ان جي having to، الباقيين دولت طبعا ما ينفعوش خالص، ما فيش حد يعني بيحب ان يكون مضطر يشتغل في وقت نهاية الاسبوع. 19 you have to see the head teacher at 3 o'clock، من الضروري انك ايه تذهب لمدير المدرسة الساعة 3. it has the same meaning، الجملة اللي تدي نفس معنى الجملة ديت من الضروري سي. it's necessary for you، من الضروري انك تزور ايه مدير المدرسة في مكتبه يعني الساعة 3. ايه ما تنفعش عشان دي نافية. بي بيقول يمكنك you could see، لكن هنا بيقول you have to، يجب عليك ضرورة، وديت كمان ايه نافي ما تنفعش ونافي للماضي. 20 he didn't go to the park، لم يذهب للحديقة معانا yesterday امس because he not a report، لانه كان ايه المعنى المناسب، كان مضطر يكتب تقرير. إجابة C was obliged to write، كان مضطر ان يكتب تقرير. الأولى ما تنفعش عشان المعنى ده نفي، ودي كمان نفي ما ينفعوش، هو كان مضطر يكتب تقرير عشان كده ما راحش الحديقة، وديت إثبات بس المضارع مش هتنفع has to دي، عشان الكلام هنا عن الماضي didn't و yesterday، فهي ديت المناسبة ماضي وإثبات. صفحة 49 21 you mustn't eat foods، لا يجب انك تأكل الأغذية اللي هي with a lot of salt، اللي فيها ملح كتير or fat أو دهن in them. this shows، هذا يوضح ايه، يوضح طبعا نصيحة قوية strong advice، نصيحة قوية منفية. 22 the car، السيارة not well before last week's trip، يعني كان من الضروري ان ايه يتم فحص السيارة جيدا قبل رحلة الأسبوع الماضي. last week تعرفني الكلام عن الماضي، بستبعد ايه عشان ديت مضارع ودي كمان مضارع. ناقص 2 بي وسي، الصح هتبقى سي عشان تبقى ايه مبني للمجهول. the car had to be checked، عشان جاب المفعول للسيارة دي في الأول، أما دي معلومة مش هتنفع، السيارة كده هي اللي بتفحص، هيبقى المعنى خاطئ، تركيبة خطأ. 23 أي جملة في دولت structurally correct، يعني أي جملة في دولت هي اللي ايه تركيبتها صحيحة، هتبقى الإجابة بي وهنقول ليه. رامي had to consult a doctor، رامي اضطر ايه يستشير طبيب لأنه كان مريض بشدة، ما فيهاش حاجة، كلها ايه ده زمن الماضي had to، وهنا كمان ماضي، جملة سليمة. الأولى خطأ في ايه، خطأ في كلمة تو ديت، needed ما تاخدش معاها تو، يبقى مصدر على تو. سي الخطأ هنا في ايه، had to be، المفروض هنا يبقى في بي، ودي تصريف تالت. الصالة يعني ايه اضطروا الى ترتيبها يعني عشان حفلة عيد الميلاد. دي الخطأ هنا في كلمة need، دي المفروض تبقى needn't او اي تصريف تاني يعني عشان تبقى سليمة، يبقى الاجابة النموذجية بي. 24 جملة في دولت خاطئة من ناحية الجرامر، الإجابة دي، الفعل هنا شي بهفتو هتبقى هستو. في رقم 25 دي معناها يعني في جملة في الأربعة دولت لا تظهر أو لا توضح ضرورة في المضارع، ليست ضرورة في المضارع، اللي هي ماضي يعني، هتبقى الإجابة دي عشان فيها هاتو، الباقيين كلهم مضارع. 26 you not have a passport to travel abroad، يبقى انت يجب عليك يكون عندك ايه جواز سفر عشان تسافر الخارج، اذا دي الزام خارجي، الزام خارجي بنستخدمه ايه فاكرينها have to، عشان تسافر ملزم يكون معك ايه جواز سفر. 27 you not eat too much of something، انك تأكل كثير جدا من شيء ما if it has a lot of salt، لو فيه كثير من الايه من الملح، ديت نصيحة قوية، يبقى مصند نصيحة قوية منفية، لا يجب ألا تأكل شيء ما فيه كثير من الملح.
28 he not to attend the optional training sessions ان هو يحضر الجلسات التدريبية الاختياري it's not important ده مش مهم يبقى ليس من الضروري ان يعمل كده يبقى النفي دولت هما اللي ايه صح اثبات دول مش هينفعوا مع هي بنستخدم doesn't have ما ينفعش نجيب مع هي don't دي 29 the operation will not done under يعني العملية الجراحية هتتم تحت ايه تحت تخدير يعني من الضروري ان هي ايه تتعمل تحت تخدير will دي ما جيش معاها needn't ولا must الصح هتبقى have to be 30 you not to come with us تيجي معانا if you don't want لو ما انتش عايز يعني مش من الضروري انك تيجي معانا لو مش عايز في هنا to خلاص الإثبات دي مش هتنفع need to مش هتنفع عشان يبقى المعنى خاطئ الصح هتبقى don't have to needn't ما بتاخدش معاها to يجي معاها مصدر على to يبقى إجابتنا الصحيحة don't have to وصلنا لنهاية الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله.